تدي للمحلة ولعبتها والمدير الفني 10 من 10 النهارده بجد يعني. طيب. ويستاهلوا كل. اخد بقى تقييمك للزمالك كابتن، هبتدي معاكوا يعني. محمد عواد، كابتن رضا 3، كابتن ابو الدهب 2، الزناري قبل ما يطلع 3 لان شال كورتين بعديهم صعبين جدا. تمام، الزناري قبل ما يطلع 4، الزناري قبل ما يطلع ده اتذبح النهارده. ده النهارده بعد ماتش النهارده ده عمل زي الونش اول ما جه لو تفتكر يعني. بس انا اديله عشان نفسيته تبقى في السماء اديله 2. طيب كابتن ابو 2 يا برو. طيب محمد عبد الغني يا كابتن 1. 1 0. حسام عبد المجيد 1. كام؟ 2. عمر جابر 0. بصني ليه قبل ما تديني صفر يعني انت المفروض ما تسالش يعني ما سالش على عمر جابر ولا المسلوسي ولا هو المسلوسي وسيف الجزيري ولا دونجا ولا دونجا. لا هسالك على دونجا طبعا كابتن ابو الدهب. طبعا عمر جابر. صفر قبل ما تسالني اهو. 2 صفر. اشرف رؤى، اشرف رؤى كابتن بعد الكوبري ده. ده النهارده كان نفق مش كوبري. خلي بالك حرام الفرقه فعلا الشوط الاولاني يا فاروق كان كل اللعيبه بامانه خارج التركيز. انا بكلمك خارج الخدمه. هو انا دلوقتي جاي من ماتش اهلي ابقى خارج يعني التركيز كمان ده برضه يا ابراهيم؟ ايوه اللعيبه انت عارف لو اللعيبه عارفه ان اللي واقف على الخط ده ذكر كانوا كله ينزل يموت نفسه. انا ما عارفين ان هو جمهور يا كابتن. لا الجمهور ده جمهور ميت حساب الجمهور. لا ولا في دماغهم. بص اصل جمهور الزمالك يعني مش خايفين من الجمهور، خايفين من مدير فني النادي الاهلي بس. جماهير الزمالك بتفهم كوره يا كابتن. النادي الاهلي بس اللي لعيبته تخاف من الجماهير زي ما السنه اللي فاتت كده كانوا بيشتموا اتخن واحد في النادي الاهلي. مين اتخن واحد واتخن شنب في النادي الاهلي السنه اللي فاتت؟ السولية تشتا. بس خلي بالك محمد الشناوي تشتا. قفش ما انا بقول لك كله اتشتم كله اتشتم. لا يعني هنا بقى جمهور الزمالك يقول لك ايه؟ لا معلش طبطب عليهم وعشان احنا يعني انا بقول لك جمهور الزمالك يعني مدي اريحيه للعيبته بس لا طيب. وغير كده كمان اصل المدرب عليه عامل. طب اشرف رؤى ما قلتليش كابتن تديله كام؟ بعد النفق ده اديله 1. كابتن ابو الدهب 1. امام عاشور بصراحة النهاردة ما حسيتش بيه خالص غير ان هو عمال بس ايه يعني ياخد الكورة واديله 1. تمام كابتن 3. سيد نيمار كابتن 7. 6. زيزو 7. لا 7 كان كويس. مصطفى شلبي احسن من الماتش اللي فات بس 4. جزيرة كابتن كام؟ 5. 5. جزيرة كام؟ جزيري 3. كام يا كابتن؟ 4. طيب دونجا لما نزل يا كابتن؟ 0. يعني رايي خد 5. كابتن رضا بيقول 0 انت بتقول 5 ماشي. عمرو السيسي 6. 6. الوحيد اللي بص كويس. الوحيد اللي بيضغط في فرقه نادي الزمالك لو في 2 3 زيه يكسبوا اي حد بالضغط اللي بيضغطوه. عبد الشافي يا كابتن اديله 6 النهارده. كابتن لا 6 فروق ماشي. يوسف اسامه نبيه ما حسيتش بيه يعني تحس ان هو نازل كده قرفان زهقان متضايق فما حسيتش بيه بصراحه. كابتن ابو الدهب 3. سامسون يا كابتن ياخد 5. كان كويس يعني جدا والله. والله ده لو لعب الفتره بتاعت الجزيري كان هدف. كابتن ابو الدهب ده في كورتين جم للجزيري لو جوله كان هيجيبهم اجوال. 3 بتقول 3. تمام. طيب دي تقييماتكم للعيبه النادي الزمالك النهارده.